السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. نعم كتير إحنا فيها، ربنا يديمها علينا ويرزقنا كلنا البصيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اللهم لك الحمد. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الحلقة المخصصة للإجابة على أسئلة حضراتكم اللي بتجيلنا على صفحة قناة الناس على فيسبوك. اسمحوا لي في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا بحضرتك شيخ عويضة. يا مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. دائما نسعد بهذا اللقاء ونزداد علما ونورا. بارك ربنا يبارك في حضرتك. ونبدأ مع أول سؤال. السؤال بيقول: اشتهر هذه الأيام موضوع فلان عمل سحر لفلان، هل هذا صحيح ولا دجل؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة بديا يعني أنا عايز أنبه على بحث جميل جدا حقيقة مهم، وهو منشور في مجلة البحوث العلمية للتربية العدد 19 سنة 2018 لدكتورة باحثة اسمها صباح قاسم الرفاعي. نعم. عنوان البحث بيقول: وهم الإصابة بالعين والسحر والهروب من الواقع. طيب ده البحث ده مهم جدا ولابد ان يعني الناس تقف عليه. احنا اصبحنا بنعيش في وهم ان انا محسود، في وهم ان انا كل ما اعمل حاجه بتفشل عشان حد عامل لي سحر، في وهم البنت مش عايزه تتجوز عشان حد عامل لها سحر. يا جماعه مفيش كده، احنا مش بننكر السحر. أيوة. ولا بننكر العين. نعم. العين حق والسحر موجود، إنما ولكن التوسع فيه بهذه الدرجة لدرجة أننا نعلق فشلنا على هذين الأمرين هو ده الأمر الخطير. والأمر ده انتشر بصورة كبيرة جدا، وهي عملت الحقيقة يعني خدت عينة أكثر من 250 امرأة وبدأت تعمل ده الكراهية والحقد خلت الناس تحسد. الكراهية والحقد جعلت الناس تتهم الآخرين بأنهم عاملين لهم سحر. ضعف الوازع الديني، عدم الصبر، طغيان الحياة المادية، وذكرت أسباب كثيرة جدا في هذا البحث الحقيقة لابد من الاطلاع عليه. الشاهد أن إحنا أصبحنا بناكل كل شيء إلى العين والسحر. أيوه. ده مش صح. العين موجودة أو موجودة، بس بهذه الطريقة أن كل واحد عمال تبص لأيه، كل واحد بيسأل عن الحسد، أي حد يجرى له حاجة يقول لك حسد أو سحر أو عمل سحر. يا جماعة مش كده، ما الناس عايشة وبتصنع وبتعمل وبتتقدم، هما ما بيحصلش احنا ايه؟ لا احنا نروح نشتري الخواجة يصنع العربية ويعملها بشوف بصورة رهيبة جدا، واحنا نيجي نكتب عليها ايه؟ ما بصليش مش عارف ايه، عين الحسود فيها عود. هو اللي صنع وابتكر وانتج العربية المهولة ديت، واحنا ناخدها منه ونكتب عليها عين الحسود فيها عود، من شر حاسد اذا حسد. يا جماعة ايه ده؟ مش كده. التوكل على الله، الكون ده ليه اله. نعم. انت حافظ على اذكارك، توكل على الله، بلاش نرمي فشلنا واخطائنا وما يحدث لنا من اقدار مؤلمه على مثل هذا. يعني الضابط يا شيخ عويضه انا اقول اذكاري وحصن نفسي ولا التفت الى هذا وحافظ على الطاعات وخلاص. بالضبط. حسيت يا عم انك محسود قول اذكارك. نعم. حسيت انك حد عامل لك حاجه والناس توسعت في هذا زي ما بقول لك، ولا حد عامل حاجه وما فيش اصلا ساحر، هم اصلا يعني الناس بتضحك على الناس، وهي المساله عبيطه خالص. نعم. ما فيش السحر، المساله مش ما تفكرش حد ناصح هيعرف يعمل حاجه يعني. بس خلاص الناس وهمت نفسها بهذا. انت ممكن تجيب واحد توهمه ان هو مسحور يعمل لك ان هو فعلا مسحور. صحيح. نعم. فيا جماعه الله يكرمكم، هي عايزه توكل وعايزه صبر وعايزه يعني القي حمولك على ربك. وبلاش تقعد تحط الناس في دماغك، فلان حاسدني، فلان ساحرني، فلان مش عارف بيحكي، الكلام ده كله يعني الحقيقه مش صح. ربنا ينور بصيرتنا. السؤال اللي بعد كده: هل شراء مقبره لابي المتوفى تعتبر صدقه جاريه؟ طيب هي الصدقه الجاريه عباره عن ايه؟ عن وقف شيء، تسبيل شيء. نيجي الضابط الثاني.
هو يا ترى انا لو وقفت شيء هل يجوز لي ان انا انتفع بهذا الشيء؟ ايوه. انا اوقفت شيئا للمسلمين، لي ان انتفع معهم. معاهم آه. سيدنا عثمان بن عفان اشترى بئر روما رضي الله عنه. وكان يعني ياخذ او يدلو بدلوه مثل المسلمين. يروح يجيب من البير ويشرب زيه مع انه اوقفه للمسلمين. اذا يجوز ان انا ليا انتفع بالوقف زي غيري. اه يجوز. انا جبت المقبره واوقفتها الى اسرتي، على الاسره بتاعتي، هاخد ثواب. لاني سترت العيله بتاعتي، سترتها وجبت لهم حاجه. كل ما واحد هيدفن انا هاخد ثواب، كما اخذ ثوابا لو اطعمت ابي، كما اخذ ثوابا لو كسيت ابي في الدنيا، كذلك اخذ ثوابا عندما اواري بدنه في قبر ما هوش قادر يشتري والاسره مش قادره، رحت جايب لها مقبره. مش لازم كل المسلمين يدفنوا فيها، يعني تبقى صدقه جاريه حتى لو الاسره على العائله. نعم. الانسان ممكن يوقف شيء من، وده عندنا وقف اهلي. يوقف شيء على اسرته. ياخد ثواب الوقف. اه ياخد ثواب، الناس بتنتفع وهو بياخد ثواب. فلذلك يجوز ان هو يعمل كده ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده، قول بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه الصلاه لا ينطقها الامام مع انها ايه من الفاتحه، فهل انا انطقها ام اقتدي بالامام؟ خلاف كبير قوي. ومش محتاج على فكره الى نزاع، ولا محتاج ان احنا نعمل اي مشكله في مساجدنا، احنا بيعملوا عليها مشكله. بس هو هل الامام مش بينطقها؟ بيقولها في سره. ممكن ينطقها، هو اظن مش بينطقها خالص، وممكن ينطقها. يبقى الامام له ان يجهر بالبسمله أو في بدايه الفاتحه او يسر، لكن بيقولها. كلاهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاثنين وردوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عند الشافعيه يستحب الجهر. عند الامام احمد استحباب السر، عدم الجهر بالبسمله. طيب، لذلك الامام يعمل ايه؟ ينظر الى حال الناس. الله. ينظر يشوف الناس ايه، هي الناس ديت واخده بالها ان انا اسر بيها ولا يفتكروني. لقيتها هتعمل مشكله اجهر بيها. مفيش حاجه. حتى ابن القيم يقول مره، يقول لك ايه، يعني اصب سنه النبي في الاثنين صلى الله عليه وسلم، يعني مره اجهر ومره سر. وان كان الاكثر الاصرار، كما يعني الامام الترمذي وغيره قال كده، كان الاكثر الاصرار، ولكن لا مانع ان الانسان يسر ولو الاهل المسجد فاهمين هذا. مش فاهمين، شوف انت اجهرت بها ما فيهاش حاجه والناس متعوده على كده، ولا ينبغي ان تكون هذه المساله مثار نزاع في مساجدنا، لان جميل. الامر فيها واسع. نعم. طيب عشان نصحح برضو للسائل يا شيخ عويضه، هو بيقول الامام لا ينطقها، هو الامام بيقولها سر، بيقولها سر عشان بس هو ما يفتكرش ان هو مش بيقولها خالص. يبدا كده بسم الله. ايوه. وبعدين يبدا الحمد لله رب بالزبط. العالمين، يسمع بالزبط. الناس. وفي ناس بسم الله الرحمن، زي ما كنا بنصلي المغرب كده. ولقيتني جهرت بيها. طيب السؤال اللي بعد كده، هل التحدث مع بنت في سن 15 سنة وماما عارفة ومامتها عارفة، مش كده حلال في حدود درس والسلام فقط؟ ولو العالم كله عارف. هو العالم كله عارف يبقى معناها انه حلال؟ لا طبعا. واحنا بنفتح باب من ابواب، اقول لحضرتك مش كده حلال اهو. ما هو مش صح. ده مش صح. ويعني احنا ما نضمنش. دي فترة مراهقة، فترة يقول لك يا شيخ ده انت كده يعني الدماغ يا عم. ايوه، احنا التجارب بتثبت. بيقولوا لنا يا شيخ عوضه انتم منغلقين، ويعني مش دي رجعيه، ده احنا في القرن الكام، ويعني والامر بيتطور وما الى ذلك. نقول ايه؟ والله لولا البرنامج بتاعنا مسموع في البيوت لضربت لك امثله نبكي عليها. ربنا يعافينا يا رب. امثله نبكي عليها. ومش اصدقاء. مش ده ممكن في البيت. واقارب. يا الله. وبينهم ارحام وشباب وحملوا في سن 13 سنه و14. مصيبه يا جماعه. احنا مش واخدين بالنا في قنابل موقوته مع اولادنا. القنابل دي، التليفونات دي عليها مواقع. شوف، مش عايز اقول لك تعمل ايه في الاولاد. تدمر الاخلاق. والاولاد دلوقتي عندهم حب استطلاع. فاحنا نيجي نقول اتعامل مع زميلته، وبعدين يخرج ميها، وبعدين انا ضامن ايه اللي ممكن يحصل؟ لا طبعا. هو عنده احمد وعلي ومش عارف مين صاحبه، وانت عندك فلانه وفلانه وفلانه، اتعامل معاهم.
ويعني انا شايف يعني ده اولى والتعامل يكون في حدود بقى يعني اقصد يعني مثلا لو برضو في درس ولا حاجه مفيش مشكله لكن في حدود التعامل هو احنا بنمنع عشان وجود المراه بجوار الرجل في العمل. طب ما المراه موجوده على مكتبهم خلاص في الجامعات في قاعات الدرس في المعامل المختبرات بها المراه والرجل ده امر طبيعي مفيش مشكله بس دول لسه شباب وفي سن صغير وممكن ما اعرفش اراقب وحضرتك حتى بتقول يمنع التجاوز بقى فكره ان احنا نخرج من السياق اما في قاعه درس ما فيهاش حاجه في مع معلم وبيعلم الواد ما فيهاش اي شيء اما اخليهم الاثنين وافتح لهم المجال انا اخشى من حدوث شيء. السؤال اللي بعد كده هل يجوز الوضوء بالمسح ام لا يجوز؟ هو المقصود الوضوء بالمسح هنا واقصده الحديث الحقيقه او الكلام مش واضح هو يقصد المسح ايه؟ المسح على الرجلين ولا قصده المسح على ايه؟ على الجورب ولا مش عارف الحقيقه لازم غير واضح السؤال السؤال غير واضح لذلك احنا بنقول لو كان يقصد اصل فيه دايما بنتسال سؤال هو يجوز الوضوء بدون غسل الرجلين ان انا امسح على الرجلين وبعض الناس حتى بتسيب عليها الميه فقط ده هيمسح بس يعني يغسل كل الاعضاء يمسح الراس والارجل مسح اذا كانه بيمسح على الجورب وهذا مذهب الشيعة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وبعدين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال وارجلكم عائدة على عطف على المغسول ولم يقل وارجلكم عطفا على الممسوح فهم لا قال لك ما هو في وارجلكم هو في قراءة فعلا بارجلكم ولكن الجمهور رد عليها ووجهها اتجاه اخر ولكن بنقول الاصل في الاشياء هذه الغسل ولكنه فرق بهذا الممسوح وهو الرأس إن كان يقصد هذا علشان هو ربما أشكل عليه هذا القول ممكن فنقوله الرجل تغسل نقول الرجل تغسل تمسح متى عندما يرتدي خفا على وضوء يمسح على الخف أو يمسح على الجورب السميك يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر والله أعلم صرنا جميعا نروح لفاصل ونرجع نكمل خليكم معنا مشاهدين اهلا بحضراتكم مره تانية ونستكمل الاسئله شقويضه السؤال اللي بعد كده بيقول هل هذا حديث اذا كان الكلام من فضه فان السكوت من ذهب لا هذا ليس بحديث والف الامام وغيره على فكره الامام ابن ابي الدنيا له كتاب عن آفات اللسان وغيره وله كتاب عنوان الصمت والأحاديث كثيرة جدا في حفظ اللسان وكان سيدنا أبو بكر يضع يعني حجرة حتى لا يتكلم وقال القاضي عياض إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة يعده واتكلم يعد الكلام يتكلم كم كلمة قال بعض المعلقين قال لعله كان يقصد نفسه انه كان يخاف قوي من الكلام وما اوقع الناس في المهالك الا كثره الكلام لذلك الانسان يتجنب دائما الكلام فيما لا يفيد واذا تكلم يتكلم بخير او يسكت ففعلا اذا كان الكلام من فضه فان السكوت من ذهب هو ليس بحديث وإنما هي مقولة حكيم مقولة سيدنا لقمان نسبت له أيا كان هي مقولة صحيحة ولكن ليست بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي تبول لا إرادي وبستعمل حفاضات خلال 24 ساعة كيف يتم الوضوء وما حكم الصلاة في هذا الوضع نذكر ثلاث حاجات في مثل هذا الحالة الأولى أن يكون عنده وقت ولو مقدار 4 ركعات يصلي الصلاة فيها بيقين الطهارة يبقى خلاص متيقن أنه يبقى على طهارة في الوقت يعني ده. عارف إيه البول بينزل 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 وقبل مثلا العصر مثلا بمقدار 4 ركعات يقدر يتوضى ويجي ويصلي بيقين الطهارة ومفيش حاجة هتنزل نقول له اعمل كده لو دي العادة لو هو العادة بتاعته كده طيب الصورة الأخرى
أن البول لا ينقطع دائم. هنا نقول له توضأ لكل صلاة بعد الأذان. بعد دخول الوقت يروح يستنجى ويتحفظ ويتوضأ ويصلي الصلاة بسننها. وقالوا لو عليه كمان فرائض يفضل يقضيها لحد ما يدخل عليه الوقت التاني حتى لو البول نازل. طيب كأنه مش موجود. طيب نعم بالضبط. صورة أخرى يقول لك أنا ممكن البول ما بينقطعش بس أنا بيشق علي الوضوء عشان كبر سني. عشان أتوضل كل وقت ده صعب جدا. يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. يجمع ظهر مع عصر مثلا؟ ظهر وعصر جمع تقديم أو تأخير بوضوء واحد. ويجمع مغرب وعشاء برضو جمع تقديم أو تأخير بوضوء واحد، والفجر طبعا هيصلي. السؤال اللي بعد كده، ما حكم تارك الصلاة؟ يعني مش متخيلين أبدا أن الله ينعم على العبد ويمده بهذه الأمداد العظيمة من نعمة الحياة ونعمة معرفة الله ونعمة الانتساب إلى الإسلام مسلم. وفي الآخر لا تبرهن على طاعتك لله وشكرك لله بأداء 4 ركعات من وقت للتاني كل كام ساعة 10 دقائق قدام ربنا. يعني الإنسان مش متخيل هو ليه الكسل ده. ده لو واحد مديرك نادى عليك في الشغل وقال لك تيجي لي بكرة من الساعة 6 الصبح هتيجي. طب ما ربنا بينادى عليك سبحانه وتعالى. طب ليه أيهما سبحان الله يعني أتخشى الناس والله وتعالى. سبحان حتى القرآن قال يعني الإنسان يخاف من الناس ولا يخاف من الله. طيب فلذلك الإنسان لا ينبغي له أن يكون مثل هذا. الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء. اترك ما في يدك إن كان لا يفسد وفي الوقت، لأن ممكن يقول لي ما الوقت متسع. اترك ما في يدك وانهض فإن نصيبك من الدنيا لن يضيع ولن يفوت. كان سيدنا عاصم المقرئ وهو يسير كان معه تلامذته، فإذا ما أذن المؤذن ووجد مسجدا يقول ميلوا بنا نصلي الصلاة فإن حاجتنا من الدنيا لن تفوت. الله خالص الله. عمر ما نصيبك من الدنيا هيروح. الصلاة مش هتعطلك عن المذاكرة ولا هتعطلك عن طلب الرزق، بل الصلاة تشرح صدرك إلى كل خير. وفعلا هي عماد الدين، وعندما جعلها الله على مدار اليوم حتى نصلح أغلاط أنفسنا من وقت لآخر عندما نقف بين يدي الله. فيا جماعة لا ينبغي لنا أن نترك الصلاة. والإنسان برضو نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يا الله ما نقولش كافر. فرق بين كفر فرق بين كافر، مش بين كفر الناس. بالضبط. عشان ايه؟ لأن العلماء فرقوا بين تاركها جحودا وتاركها كسلا. فمش عايزين أبدا نفرق ولا نسارع أبدا إلى التكفير، وإنما يعني زي ما نقول كده نطبطب على الناس ونحن دعاة ولسنا قضاة. ومش هنفرح أبدا إن إحنا فلان كافر فلان فاسق وده في الجنة وده في النار. إحنا ليس لنا هذا. إن الإنسان يعني في لحظة ممكن يتوب إلى الله. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. السؤال اللي بعد كده، ما حكم عملية تعقيم القطط لظروف صحية للمربي؟ طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم. الخيل والبهائم، ووقف العلماء عند هذا وقالوا طيب خصاء ما يؤكل لحمه يجوز ولا لا يجوز؟ قالوا إن كان فيه نفع للإنسان يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين. موجوء يعني مخصي. والحيوان اللي هو الذكر لما بيعملوا له عملية الخصاء خلاص ما عندوش نزوة على الأنثى. فلذلك بإيه؟ بيسمن ويكسر لحمه. فكانوا بيعملوا من أجل هذا، وهناك من كره وهناك من منع. طيب نيجي بقى للذي لا يؤكل لحمه. لا، يبقى اللي بيؤكل لحمه
هو ده اللي ممكن يكون فيه خلاف. ممكن في خلاف في الفقهاء في التعقيم ولا لا؟ بالضبط. قالوا ممكن يقصي ليه؟ عشان هيسمن اللحم وفي نفع للإنسان. طب واللي لا يؤكل لحمه هتخصيه ليه؟ يبقى إذا خصاء ما لا يؤكل لحمه كالقطط مثلا أو الكلاب ونحو ذلك لا تجوز، لأن فيها تعذيب للحيوان إلا لضرورة لمصلحة الحيوان مش لمصلحه المربي. شوف انت لمصلحه بالضبط مصلحه الحيوان ايه، وهنا اللي يحددها الطبيب. شايف ان الحيوان ده مثلا القط ده هقول لك ما تخصوش. ليه؟ اقول لك سيبه في الشارع لو سمحت، لو انت مش قادر. لو انت مش قادر سيبه يا عم يعيش حياته في الشارع. حضرتك ممكن ما يقدرش يعيش ويتكيف. هيقول لي ممكن يموت لانه منفصله مش عارف ايه. ومش هيقدر ده ممكن يموت. طب انا وانا مش قادر اتحمل واتي اليه بايه؟ بقطة عشان يتزوجها. بنسمعها. طيب اعمل ايه؟ وقتها لمصلحته، لانك لو سبته هيموت. لمصلحه الحياة. يبقى في امور ضيقه جدا. في امور ضيقه جدا، والا فالاصل انه لا يجوز. جميل جدا. السؤال اللي بعد كده، السلام عليكم، لو بنت عملت عمليات كتير شرايح ومسامير بسبب محاوله انتحار، للاسف هي احسن كتير والحمد لله وبقت كويسه جدا ومفيش اي تشوه او شيء يمنع الزواج، هل تقول للعريس اللي بيتقدم لها ولا بلاش؟ اولا مساله ان الانسان يقدم على الانتحار يعني في امر نفسي. فاحنا يا جماعه دايما الامراض النفسيه دي امراض خطيره واصبحت لا تحتمل. فالانسان لو كان مصاب باي شيء الصح ان يخبر شريك حياته، لا يبقى شريك حياته. انا والله حصل معايا واحد اتنين، إن كنت تعبانة نفسية في فترة أو تعبانة نفسيا في مش عارف إيه وكان عندي اكتئاب، ولكن الحمد لله عولجت منه، ولكن حصل إن أنا في عندي تشوهات في كذا 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 في جسم معين. ليه؟ علشان ما يكتشفش ده بعد ذلك، إن كان مرض نفسي أو إن كان في تشوه في البدن، فيأنف منها وتتطلق. ويحصل كسر للإيه؟ لهذا الخاطر، وخاصة ممكن يبقى في أولاد أو في حمل أو نحو ذلك. فإحنا دايما في مسألة الزواج في الوقت اللي الناس أصبحت مش متحملة الحياة وما عندهاش صبر، أنا شايف إن إحنا نصارح بكل شيء. نصارح بكل شيء، خاصة ما يتعلق بالاستمتاع وما يتعلق بالبدن وما يتعلق بالعقل أو الأمراض الخطيرة اللي هي بتعدي. طب المصارحة بها مطلوبة. حتى شيخ عودة لو مثلا كان في تعب نفسي أو مرض نفسي فترة من الفترات وعولجت إن كانت عولجت وخلاص وعرفت إن هي أصبحت طبيعية لا تخبر خلاص هنا. إنما ما زالت تتعاطى علاجا، رجاء الإنسان يقول، ولو ربنا مقدر هيكون. فما نخافش لو صارحنا هيسيب ولا كده، أحسن ما يبقى بعد كده زي ما حضرتك أشرت. بشكرك شكرا جزيلا يا شيخ عودة، شرفتنا ونورتنا وأمتعتنا وعلمتنا كالعادة. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.